عملنا المهرجان باسم الملكة ضيفة خاتون، الملكة الحلبية الأيوبية اللي هي إلى أيادي بيضاء، اسم جمعيتنا رواد الفكر التنويري، فحبينا ننور على هالشخصية العظيمة اللي كان إلى أيادي بيضاء على أهل حلب. المهرجان تضمن أولا ندوة صحوة العروبة، الموضوع اللي جدلي أنه أنا عربي، نحن عرب سوريين نفتخر بعروبتنا، ثم تلا الندوة، هذا هو المعرض الحالي يلي شاركت فيه 18 عاملة أو مشاركة من نساء حلب العظيمات يلي هن قدروا يعملوا وارد رزق لهم من خلال أعمالهم الجميلة وحسهم الفني المرهف، إضافة إلى الأعمال المنحوتات، في منحوتات فسيفساء بتحكي عن تراث الحلبي، قلعة حلب وإلى آخره، ورسومات. نحن في رحم مدينة حلب القديمة، هذا الرحم هو بالأساس قامت عليه المدينة حتى تاريخ اليوم. العودة إلى التراث لا يعني أننا سنبقى بالتراث، وإنما ننطلق من التراث كشعلة متنورة لإنارة الحاضر، وهذه الإنارة تعتمد على عدة فعاليات. نحن نقوم بفعاليات ثقافية، محاضرات، ندوات دائما، وبالإضافة إلى ذلك الإسهام في التنمية السورية. مختص بالنحت الحجر والفسيفساء. الفسيفساء طبعا حجر ومسافات، مساحات يعني تبدأ ممكن من 5 متر ل 20 متر 30 متر مربع، عمل فني فسيفساء حجر. تراث حلب هو ذاكرة الوطن، حبينا نوصل الجيل القديم بالجيل الجديد. حلو بهالمعرض، شغله حبيتها كثير، ان في تواصل اجيال بين فنان طالع على الفن الجديد، في فنانين قدامى موجودين بحلب. على كل حال هي فعاليه مهما كان بتعطي على التراث اللامادي عن حلب. فسيفساء حجر صناعي بصنعه على ايدي كلياته، بيشتغل لوحات، هو عباره من روح المدينه، مدينه حلب وريف مدينة حلب، فهو عبارة يعني بيجمع بين التراث المادي والتراث اللامادي، فبتلاقي لوحات مثلا عن المولوية، عن الخط العربي هي الصوفية، بتلاقي لوحات مثلا لريف حلب، مدينة حلب، بتلاقي الريف هي المرأة الريفية، حاضنة الفرات مع القمح مع القطن، قلعة نجم موجودة، بتلاقي مثلا في شيء مودير، طارحة الفسيفساء بطريقة مودير، ممكن ندخله على ديكورات البيوت اللي بتكون هي عبارة عن شيء مودير. اليوم أنا جاي على معرض بحلب، معرض خاتون، في كثير أعمال فنية حلوة وفيها شو بدي أقول هيك وحي من الخيال، وفي وحي من الحارات القديمة اللي بحلب، وأنا كوني مهتمة جديدة بعالم الفن وهيك جيت أخذ نظرة بلكي طور معلوماتي أكثر.